اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. ولان عمره ما شافه غير خط احمر فلازم في ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم اللي اسم البرنامج او اسم الفقره كان مستوحى من افكاره لما قال لا اقبل ان ارى النادي الاهلي مهزوما في حقي. في رايي ان النادي الاهلي لو تجسد في رجل يمشي على قدمين لكان صالح سليم. ازيك يا احمد؟ ازيك يا فارس، واهلا بكل الساده المشاهدين. واكيد باكد على كلام فارس، كابتن صالح سليم الله يرحمه هو الرمز والقدوه لكل اجيال النادي الاهلي اللي تعاقبت بعد توليه المسؤوليه، او هو كلاعب نقول له طبعا الله يرحمك، قدوتنا في الجنه دايما. طبعا طبعا ارث عظيم استلهمنا منه وبنمشي على خطاه كل رؤساء النادي الاهلي، دايما صالح سليم رمز. اكيد بالتاكيد، وده طبعا جماهير النادي الاهلي ارتباطها كبير جدا، وحتى في اغانيهم. ومن جماهير النادي الاهلي لازم نقول لجماهير النادي الاهلي الوفاء ليها مش بس للرؤساء او للرموز، لا احنا كمان بدا يكون في رموز من جماهير النادي الاهلي. تابعنا حادثه محمد سمير حمصه، طبعا لما عاد للبيت كان في مظاهره حب كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، لدرجه ان جماهير النادي الاهلي كلها قالت جمهور النادي الاهلي كبير، كلنا محمد سمير. وبالفعل بناكد على المعنى ده، كلنا محمد سمير، واصبح رمز من رموز التشجيع في النادي الاهلي. كان مشهد رائع بيعكس قد ايه جمهور النادي الاهلي ما بينساش، واحنا قلنا يا احمد رساله واضحه جدا ان احنا مش هننسى، هنفضل دايما مع محمد لحد ما امنيه والدته اللي عرضناها قبل كده تتحقق، وان هي تشوفه وسط الجمهور في المدرجات. كان في صوره تانية لمشجع النادي الاهلي اللي من المحله اللي راح لمحمد بهديه، نحب نشوف الاستاذ احمد الرجبي حداد، مهنته حداد، من كان عامل درع النادي الاهلي بالظبط، هو اللي عامل درع النادي الاهلي، وما زالت امنيته ان هو يتم وضعه في النادي الاهلي. عمل الصوره التذكاريه دي سلامات يا حمصه من برضو الحديده فارس. اه طبعا، وجمهور النادي الاهلي يا احمد قدم في مع محمد مثال قد ايه عائله النادي الاهلي متكاتفه، واحنا كلامنا مش مجرد شعارات، قد ايه النادي الاهلي مختلف، قد ايه الاسره، قد ايه الدفء اللي حسيناه، وكل الناس ازاي متكاتفه يا احمد في الموضوع ده، كان شيء رائع بصراحه. بالتاكيد يا فارس، وجمهور النادي الاهلي لما بيروح عند حد تحت بيته اكيد الحد ده بيستاهل، وباذن الله محمد سمير يرجع تاني يتالق في المدرجات. ومن محمد سمير اللي